بدأ حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي في وضع يده على ملامح تشكيل الفريق استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام الترجي التونسي ليلة السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويفكر البدري في بدء المباراة القادمة بإشراك وليد سليمان صاحب الخبرات الكبيرة بدلا من أحمد الشيخ الذي بدأ مباراة الذهاب أساسيا لكنه لم يقدم المستوى المنتظر، وكذلك لكون وليد أكثر انسجاما مع لاعب الفريق وسبق له اللعب والتسجيل في الترجي على أرضه ووسط جماهيره.